طلقيهم. نص ساعة نص ساعة بيضربوا مش عارفين يطلعوا الجن. عارف عارف انا لو طلع لي جن ولا اي عفريت من الحاجات اللي بيقولوا عليها دي، ده انا كنت انا اللي جننه. اجري وراه بالشبشب لحد ما اصرفه في ثانية. شبشب هو برص يا اخويا. اسكت اصلك ما انتش فاهم حاجة. عارف خلك عمران زمان كان راكبه جن، قعدنا نضرب فيه بالجزم وبالشباشب ونديله لما طلعنا الجن من جتته. شكله ايه بقى الجن اللي طلع ده؟ ما شفناهوش، بس هو فاق بقى بعديها كده وبقى طبيعي. انا ببقى سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مين؟ لو انت انس قول ايه، لو انت جن قول ايه. ايه ده زلزال ولا ايه؟ زلزال ولا ايه اللي انت بتعمله ده يا زفت؟ عملت ايه يا شغال بتشد الغطر من عليا؟ انا بشد الغطر من عليك يا حمار ازاي ما دام انا اصلا تحت وانت فوق؟ امال مين يعني اللي بيشده؟ مفيش غيرنا احنا الاثنين اللي في الاوضه. يعني ايه في عفاريت يا عفريت؟ وحتى لو في عفاريت يا واحنا بنخاف يا، ده احنا ما بيهمناش يا حد يا، ده احنا اشباح يا. اسكت يا عم الاحسن يكون ولا حاجه. يا عم اتنايل بقى على عينك، اطلع نام ما تخافش. لا انا مش عايز انام فوق. يا دي النيله، امال عايز ايه؟ عايز انام جنبك والنبي. تنام جنبي وانت صاحبتي يا ابني؟ ايه اللي انت بتقوله؟ طب اتنايل اترزع نام. حاسب واحد حظه باب في الدنيا. انت جيت يا مرتضى؟ نعم. ما انا قاعد جنبك اهو من الصبح يا ماما. ولا انا ما جيتش ولا انا مت، انت مش شايفاني ولا ايه؟ انت جنبي؟ ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا خبر اسود اللي بيحصل ده؟ انت شفتي هنتلبس واحنا قاعدين منك لله؟ يا خبر اسود. طب انت في التلفزيون ولا عاملي حاجه؟ لا بس يا علو، بس يا علو. لا بس بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بابا الحقني بابا، في صوت بينده عليا في الاوضه. مفيش يا بنتي مفيش حاجه، متهيألي بقى. انا شفته والله يا بابا، انا شفته. كان واحد كده عدى في اوضتنا احنا الاثنين والله العظيم. شفت ايه؟ اسكت يا عفريت يا اخوان. احنا كبار يا اخوان. يا اخوان حبيبي ما تخافش، انا لسه برضه وانا نايم على السرير عفريت معدى عليا سالني السلام عليكم كنت وراكم السلام. قال لي المترو فين؟ قلت له مش الشباك. مش ايه ده مترو ايه يابا؟ في عفريت بتسال المترو فين؟ استحاله كلنا يبقى بيتهيأ لنا كده في نفس اللحظه. انا مش هبات ثانيه واحده في الشقه دي، انا طالعه بات عند خالته. مين؟ احنا الاقارب. افتح يا عم حلواني. افتح يا حلواني. افتح يا حلواني. يا ربي يا ربي يا حبيبي شو النبي هبت عندكم النهارده. انا لا يمكن لا يمكن لا يمكن اطلع بس في شقتي دي تاني. احنا هنولع في الشقه دي خلاص. الله ليه يا اخواننا مالكم انتوا كمان؟ احنا فجاه قاعدين في امان الله سمعنا تخبيط وصويت واغنيه محمد محي بتاعت اهل الملامه وناس بتقول بنحبك يا تامر كله من رهام سعيد. ربنا يجازيها. رام سعيد؟ ايوه. خدت عنوانها؟ عنوان ايه يا عم حلواني؟ يا نهار اسود. ايه؟ الساعة بقت 2 وعندي معهد الصبح. يا دي امشي. لا
لفه. ايه يا بابا في ايه؟ اسحبي انت دورك دلوقتي عشان عايزه اروح الحمام. حاضر. انت بتخبص يا بابا لسه 10 مينتس، صحي ايمن والنبي يا ولد. ايمن مين؟ ايمن انت هيصحى ده تفتكري؟ ده الواد بيحلم بينه ولا ايمن؟ ايه ده؟ ايه يابا ده؟ انت بتصحيني بالخشبه؟ انت بتصحي مأزة؟ مش القصد، انت لازم تصحى دورك دلوقتي عشان عايز اروح الحمام. وانا نايم على باب الحمام، ما انا نايم هنا، ما تروح. مش هينفع كده يا جماعه، بجد this is too much، لازم نشوف لنا حل. انا مش عايش مع جوزتي في البيت. مين يا اختي؟ مونستر. برضه مين يا اختي؟ اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم. اه بقول لكم ايه؟ احنا بقى ندور على الشيخ، نخليه يجي يصرف لنا عفاريت دي. انا هنزل اجيب شيخ دلوقتي وننهي المأساة دي. استنى يا ابني استنى، هو فعلا المسألة عايزة شيخ، بس مش اي شيخ، الحتة دي عايزة شيخ معلم يجيب ام العفريت ده ويفرتكه. شيخ مين؟ شيخ البلد. ألا لو ألا لو خلف ولد. ألا لو ألا لو يا فرحته المنشارة عامل فرح لخلبته شيخ البلد. شيخ البلد. هي دي النبي يا رب، هي دي الحياة، هي دي الحياة. أنا هنزل أجيب الشيخ ده، بس هو هيسيب سبوع ابنه ويجي عادي؟ هيجي، هيسيب البلد ويجي. ارحمني يا رب ارحمني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير يا جماعة، طلبتوني عايزين في ايه؟ انت ايه ما قلتلوش ولا ايه؟ والله العظيم انا قايله 70 مرة لحد دلوقتي. في يا عم الشيخ؟ بص حضرتك، هو احنا عندنا هنا في البيت، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عفاريت. عفاريت؟ يا مشيخة في ايه؟ اه في عفاريت، امال احنا جايبينك ليه؟ لا اوكي عفاريت مفيش مشكلة، بس هو اصلي المسألة الحقيقة تخصصات عندنا، يعني انا متخصص جن، عندي زمايل كتير جدا متخصصين عفاريت. اصل احنا في سنة ثالثة بنتشعب، في عندنا يعني في ناس تروح جن، ناس تروح عفاريت، إدارة أعمال كده يعني. على فكرة أنا عامل دبلومة عفاريت بس ما كملتش. دي جامعة إيه بقى؟ بخ خضيتك صح؟ لا ما اتخضيتش. لا دي اسمها كده على بعضها، بخ خضيتك صح؟ ودي فين دي؟ لا دي اتهدت خلاص، لأنه اكتشفوا إن هي مبنية على تراب وكده يعني. ده إيه بقى الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ هيدوخ هو معايا، مقاوح معايا كتير وده دي. طيب أستأذنكم في سجارة؟ أنا معايا سجاير. إيه؟ عايز سجارة؟ آه الحقيقة معلش نسيت السجاير في السيارة، بعدين أصلا بقيت بـ 24 أشكرك. يا سلام. خير يا جماعة، عاوزيني في إيه؟ أؤمروا. أيوة يا أستاذ، كاميرا تسعة بكرة إن شاء الله، وتجيب معاك ست أطقم منزلي، ست رواب، ست جلاليب، ست بيجامات. ايوه ما هم مشهدين، بس الستايلس بتقول لك جايز حد من الزملاء ما يكونش هدومه كامله يعني، فنكمل من بعضينا، ما انتم كبه واحده بقى. صباحك فل، طوال عسل يا عسل. يا عم عمران فين الناس؟ يا عم عمران وفين الجردات اللي كنت هتجيبها؟ داخلين علينا يا استاذ، مش هتشغلهاني تاني انت الشغلانه دي يا عم عمران. ويجوا يقعدوا بالست ساعات يقول لك اصل الديكور ما كملش. يا ساتر. جرد 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 جرد. مساء الفل يا ريس. صباح الفل يا باشا. ازيك يا عم عمران؟ اهلا 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 اهلا. كابتن سامي قال انك عايزه في اوردر النهارده. بقول لكم ايه، جاب لكم اوردر النهارده 100 100، اوردر كبير وجميل، هتضربوا نجمه في خماره، هتعدموه العافيه. علاء مرسي ما انتوا عارفينه مش هياخد في ايديكوا غلوه. خناقه متصممه ولا نعيش الخيال؟ لا هتعيشوا بقى مع خيالكوا، هتعدموه العافيه. بسيطه وسهله، تؤمرنا مع عمران. يلا روحوا جهزوا انتوا دلوقتي والبسوا. عايزكوا تشرفوني قدام الاستاذ، ده داخل على مسلسل 60 حلقه في دبي. حاضر يا ريس. يلا. باذن الريس. بالسلامه يا شباب. وادي اوردر خلصنا منه. آه.
انت معزم نفسك ليه؟ ما تاخد دي اسهل يعني. لا لا اشكرك انا بس بمرق، وبعدين الواحد ما كانش يتعب دلوقتي في شبابه ويتعب امتى؟ بص بقى حضرتك مع السلامه كده، وانا هتعامل، انا عايز اعيش مع الجوست، عجباني الجوست عايز اقعد معاه. يلا يا مرتضى وصله. اهدي اهدي شويه لهف، اهدي يا عم. تهدى ايه؟ ده احنا محتاجين شيخ يمشي لنا الراجل ده من هنا الاول، بعدين بقى نجيب شيخ تاني يمشي العفاريت. انا من الاول مش برتاح له يا جماعه، اهدوا عليا شويه، المساله مش بالسهل. انا افتكرت على فكره بقى بيتكم ده فيه عفريت. لا يا راجل انا عاجبك قوي. انت قلت له خالص. طيب نجهز بقى. استاذن حضراتكم، مش عاوز حد يعيط، مش عاوز حد يصوت. حبيبي انت مش عاوز يصوت ولا حد ولا خلاص بقى علوه بيبو لايت، مش عاوز حد يصوت خلاص بقى يا سيدنا الشيخ.